مرحبا، أنا زينة حابي، خبيرة تدريب رياضي. من أهم الأشياء لازم تتبعوها خلال اتباعكم للنظام الصحي هو ممارسة تمارين رياضية طبعا، وأنا هون موجودة لأفرجيكم تمارين رياضية سهلة وبسيطة بتقدروا تمارسوها بالبيت. تمرين رح نبدأ فيه اليوم طبعا بعد الإحماء، أول شيء تكون شدوا عضلة البطن، لاحظوا إنه هذا تمرين بطن، حط إيدي على خصري ورح أعمل كيكس. هلا بطني رجل على الأرض، رح أعمل 10 مرات. 2، هذا بيشتغل على عضلة الجذع اللي هي كتير مهم إن نشدها لو وضعية الوقوف صحيحة عشان نشد البطن لجوا. كل تمارين التوازن مفيدة لكم. كمان 3، نرجع بنبدل. والأشخاص اللي عندهم مشاكل ركبة كمان بتقوي هاي العضلة، منيحة لإلهم. شدوا بطنكم اتجاهكم للأمام، الرقبة لفوق، دايما الكتاف بعاد عن الأذنين. كمان 2، 3. هلا بدكم تخيلوا حالكم انكم لابسين سكيترز، بتعرفوا سكيتر تزلج يعني، بنروح لجهة اليسار وجهة اليمين 10 مرات. 2، 3، 4، بنرفع دقات القلب، 5، 6، 7، 8، 9، 10. التمرين بعده للعضلة اللي خلف الساعد. اوكي، اصابع ايدينا اتجاههم للامام، برفع حالي لفوق وبدي أتني من عند الكوع 10 مرات. هلأ رح أفرجكم الطريقة الأسهل، بس لاحظوا إنه الكتاف بيكونوا بعاد عن الأذنين. هاي 5، إذا ما قدرتوا تعملوا هاي بنرجع للأوبشن الأسهل اللي هو هيك، بس ركزوا على العضلة اللي خلف الساعد إنها تشتغل. 5، كتير منيح. التمرين اللي بعده اسمه هوفر تويستس، برضو مختلف عن تمارين البطن اللي نعملها كل مرة. على إيدي وعلى أصابع رجلين بعمل تويست، 1، 2. هلا الركبة رح توصل للاتجاه المعاكس، لاحظوا إني مش عم بطلع العضلة الخلفية لفوق. كمان 5، البطن والإيدين وكل شيء عم بيشتغل عنا هون. إذا بتلاحظوا دقات القلب عم ترفع ترتفع يعني عم تحرقوه. صرنا 10. تمارين ممتازة، بتقدروا تعيدوا هاي الجولة مرة ومرتين وثلاثة حتى 10، وصدقوني رح تشوفوا النتائج اللي بدكم إياها بجسم مثالي وصحي كمان. بشوفكم بالفيديو.